للحديث عن المرأة العمانية يحتاج أن نقرأ عن المرأة العمانية في فكر جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. وفي كتاب مصلح على العرش للكاتب الروسي سيرجي بلخانوف تحدث عن العلاقة التي تربط جلالة السلطان قابوس بوالدته والتي انعكست أيضا على اهتمامه بالمرأة العمانية وإعطائها لحقوقها. توج هذا الاهتمام بالمرأة العمانية في 2018 حيث أحرزت عمان المرتبة الأولى من حيث تمكين المرأة العمانية من حقوقها وفق تقرير سنوي يصدر من المؤسسة العربية للاهتمام بالمرأة العربية. على المستوى الشخصي أجد أيضا للمرأة دور كبير في تأسيس وتأثيث ما أنا عليه اليوم أيضا من نجاحات إن كانت تعتبر نجاحات، وهذا الدور يعزى بكل قناعة وبإيمان، وربما هي سانحة الاعتراف بذلك للوالدة العزيزة حيث كان لها الدور في وضع اللبنات الحقيقة ووضع أيضا في المسارات الصحيحة منذ النشأة الأولى، حيث ارتباط الوالد في ذلك الوقت بأعمال خارج المنطقة التي كنت أسكنها. فكانت التربية الأولى وكانت تأسيس وكانت ترسيخ وكانت تمكين من أبجديات الحياة الأولى للمرأة. أظن في التاريخ العربي وفي الثقافة العربية يحتاج أن نعيد صياغة بعض الأمثلة لكل زمان رجال، أظن نحتاج أن نقول هذه المرة لكل زمان أيضا نساءها ولكل دولة أيضا نساء. وكما يقال أن خلف كل رجل امرأة أيضا يفترض أن تكون عظيمة بمثابة العظمة التي يحققها الرجل من نجاحات.